تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، لا يمكن إلا أن نثمن مختلف المجهودات التي تقوموا بها، وكذلك أن نشد على أيديكم بالجرأة والشجاعة التي تدبروا بها هذا القطاع واللي كتحاولوا بأمكن تنزلوا بها المشروع الكبير ديال التغطية الصحية وديال الحماية الاجتماعية بشكل عام. لكن سيد الوزير المحترم، ليس بعيد عن الحسيمة وبالأمس، وليس ببعيد أيضا، بالأمس فقط سيدتان بجماعة ببرد من أكثر المناطق التي تعرف برودة خصوصا فصل الشتاء، البارح سيدتين تضع مولدتهما بالهواء الطلق في يعني واحد ضرب صارخ لكل القيم ديال المواطنة وكذلك الحقوق ديال المواطنين. ولذا نطالبكم السيد الوزير المحترم بفتح تحقيق عاجل والضرب بأيد من حديد على مختلف الأطر اللي كتبخس العمل ديال الوزارة اللي كتقوم به. شكرا.